للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية. دكتور محسن، أهلا بك ضيفا على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك وأهلا لكل الشعب المصري. دكتور محسن، في ظل ما يشهد العالم من تضخم في الأسعار وزيادة في الأسعار على المستوى العالمي، ربما هذا التأثير وهذا التضخم ناتج عن بعض الأحداث الدولية، منها على سبيل المثال ما يدور في الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاه من تضخم، بالإضافة إلى توقف العالم لعامين من أثار كورونا. كيف يمكن للبنك الأوروبي زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بخمسين نقطة أساس؟ أولا، سياسة رفع الأسعار في أوروبا أنا في رأيي أنها سياسة خاطئة تماما، لأن التضخم الاقتصادي اللي هي بيطوح أوروبا النهاردة ده جاي نتيجة تضخم اقتصادي مستورد، نتيجة النهاردة أن مفيش، روسيا كانت بتديهم 80% من الغاز لألمانيا و 60% من الغاز بتاع أوروبا كله جاي من روسيا. نعم. النهاردة توفير الطاقة دي غير موجود. النهاردة أوروبا بتشتري غاز من أمريكا بستة أضعاف الأسعار اللي كانت بتاخدها من روسيا، وده أدى بنتيجة خطيرة لارتفاع أسعار الطاقة، لأن الدول الأوروبية دول صناعية، أدى لأسعار الطاقة بشكل غير مقبول. نعم. في على جميع المستويات، المستوى الصناعي والمستوى الاجتماعي النهارده. فالنهارده انت بترفع سعر الفايده من اجل انك انت توقف حده المشتريات او تقلل الفلوس اللي في ايد الناس او تخلي تزود الفلوس اللي هي موجوده في البنوك بالنسبه للودائع، تزود الودائع. بس ده النهارده مش موجود، لان البادجت بتاع المرتبات النهارده انخفضت نتيجه ارتفاع الاسعار، ما بقتش النهارده موجوده، والقروض البيوت النهارده ارتفعت الاسعار الفائده بتاعتها. طيب دكتور محسن، هل الاوروبي النهارده بقى عنده مشكله انه يواجه هذه طيب الارتفاعات؟ دكتور محسن، هل الزياده في هذا الاكل الغذاء هناك ارتفعت بشكل خطير غير متوقع؟ نعم. ارتفاع اسعار الادويه، في النهارده في بعض الادويه مش موجوده، تمام، لان المصانع غير قادره انها تنتجها. المواد الخام اللي كانت بتيجي من روسيا وبتيجي من اوكرانيا مش موجوده النهارده، او ما مش حدش عارف يوصلها لاوروبا. طيب دكتور محسن، خطيره انك انت بترفع سعر الفايده أصلاً. نعم دكتور محسن، بيرفع سعر الفايده لسبب معين، انا في رايي السبب ده الاساسي في النهارده فيه هو يمكن سببين. السبب الاساسي ان ديورنج الازمه، من خلال الازمه بتاعت كورونا، تمام، الدول الاوروبيه وامريكا بزياده بكرادت امريكا بداوا يطبعوا اوراق نوت كتيره عشان يغطوا الاسراف بتاع او اللي هو الانفاق على كورونا، وخصوصا لما كانت الدنيا واقفه لمده تقريبا 6 أشهر 7 أشهر من غير انتاج. طيب الطبع ده النهارده هو بيحاول يلمه من السوق، فبيلمه من السوق ازاي؟ برفع سعر الفائده. نعم. هو بيتكلم انها او البنوك المركزيه بتتكلم انها ان دي سبب مؤقت مش هيبقى يطول، واحنا متوقعين ان طيب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور محسن مباشره عن ان يعني هذا الراي تماما، والراي تمام. ده غير صائب وبيسبب مشاكل اقتصاديه كبيره لاوروبا وللشعوب الاوروبيه كمان، لان الشعوب الاوروبيه النهارده بدات تعمل اضرابات وبدات تتظاهر في الشارع، لانك انت النهارده لما بتقلل الفلوس بتاعتها النهارده ما هو ترفع سعر الفائده يبقى انت لازم ترفع الاجور. بالفعل، وربما شاهدنا المظاهرات، جانب من هذه المظاهرات في فرنسا وفي لندن وفي بعض العواصم الأوروبية. على كل، شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.